سلام الله عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى نشرة الظهيرة تتابعون فيها. بالمستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا تم اعطاء انطلاقة مخطط تسريع تأهيل المستعجلات، عملية تدخل في اطار استكمال التدابير المتخذة لتحسين التكفل بالمستعجلات الطبية. يعتمد اقتصاد إقليم خنيفرة بدرجة كبيرة على النشاط الفلاحي بتوفيره مناصب شغل لساكنة المنطقة وتحقيقه رقم معاملات يفوق المليار درهم. بوجد افتتاح فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية، تظاهرة تمكن صناع تقليديين بالجهة الشرقية من التعريف بإبداعاتهم والبحث عن منافذ لتسويقها. مستهل النشرة بالشأن الصحي، بالمستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا تم اليوم إعطاء انطلاقة مخطط تسريع تأهيل المستعجلات، عملية تدخل في إطار استكمال التدابير المتخذة لتحسين التكفل بالمستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية والاستشفائية وتطوير مصالح المساعدة الطبية المستعجلة والإنعاش الطبي. روبورتاج وصال إمغري وفؤاد الحرش. عملية تسريع تأهيل المستعجلات 2019-2021 ترتكز على إجراءات وتدابير لتحسين التكفل بالمستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية والاستشفائية في إطار المحور السادس للدعامة الأولى لمخطط الصحة 2025 الذي يهدف إلى دعم المخطط الوطني للمستعجلات الطبية. تعزيز المصالح الاستعجالية بربع المملكة وتخص أربع جهات، جهة قلميم واد نون، جهة الداخلة واد الذهب، جهة خنيفرة بني بلال، وجهة درعا تافيلالت. كذلك سوف يتم تعزيز هذه المراكز بالسمير بمصالح ديال المستعجلات المتنقلة. ولتحسين ظروف وضمان سلامة النقل الصحي تم تحديث حظيرة سيارات الإسعاف ب30 سيارة من نوع ألف ستوزع على المراكز الاستشفائية الجهوية لتعزيز تواجد خدمة المصالح المتنقلة. 100 ممرض مختص في المستعجلات والعناية المركزة و35 تقنيا في النقل والإسعاف الصحي فضلا عن 50 مساعدا معالجا تم تعيينهم حديثا بمصالح المستعجلات الطبية بهدف تطوير مصالح المساعدة الطبية والمصالح المتنقلة المستعجلات والإنعاش الطبي. تكوننا لمدة عامين، فيها تلقينا جميع الدروس اللي يساعدونا باش نسعفوا المرضى والجرحى ديال حوادث السير، والمهمة ديالتنا كتكون داخل لومبيلونس. المساعد الطبي اللي كيقوموا بالعدد ديال المهمات داخل المستشفى، ألا وهي يعني كيقدموا المساعدات الطبية كالدواء ك يعني العلاجات الأخرى اللي كاين اللي خدام في المصالح ديال الولادة والمصالح ديال قسم الطب النساء والتوليد، كاين اللي خدام في القسم ديال الجراحة. مخطط تسريع تأهيل المستعجلات هو مناسبة إذن لتعزيز المكتسبات ورفع التحديات من أجل الرقي بالعرض الصحي الاستعجالي من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية والتجهيزات البيوطبية إضافة إلى وسائل النقل الصحي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيد هشام نجمي الكاتب العام لوزارة الصحة. سيد نجمي، بداية هل قربتنا من مخطط تسريع تأهيل المستعجلات؟ شكرا على الاستضافة. هذا المخطط ديال تسريع تأهيل المستعجلات كيجي في إطار المخطط الوطني لتأهيل المستعجلات اللي عطى انطلاقة ديالو صاحب جلال الله لينصرو في مارس 2013، وعرف يعني واحد المجموعة ديال الإنجازات لا يسع الوقت لذكرها. اليوم هذا مخطط ديال التسريع ديال واحد مجموعة ديال الإجراءات اللي كتم أربعة ديال المحاور. المحور الأول هو تأهيل ديال المستعجلات من ناحية البنية التحتية والموارد البشرية. المحور الثاني هو يعني التكوين و
تفعيل مسالك العلاج في المستعجلات. المحور الثالث هو المواكبة من ناحية التشريعية والقانونية. والمحور الرابع هو تطوير الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. سيد نجمي، ما هي أهم الأولويات التي يسطرها مخطط تسريع تأهيل المستعجلات؟ الأولويات أولا تم يعني تأهيل ديال المستعجلات الاستشفائية بالمستشفيات الجهوية، ثلاثة اللي تم تأهيل ديالها وغادي عرف التأهيل ديال يعني 9 المستشفيات الجهوية الأخرى فيما يخص المستعجلات والمركبات الجراحية وأقسام الإنعاش يعني التابعة لها. دعم هذه المصالح بالموارد البشرية اللازمة، اليوم 100 ممرض مختص في المستعجلات، 50 معالج طبي، 35 تقني إسعاف، 300 طبيب يعني من أصل 500 اللي غي يدخلوا الوزارة في 2018. وبطبيعة الحال هذه المواكبة من ناحية الموارد البشرية ومن ناحية التأهيل غتستمر كذلك في 2019 2020 و2021. النقطة الثانية هي التكوين المستمر ديال هذه الموارد البشرية اللي هو مسألة مهمة في مجال العلاج. النقطة الثالثة يعني تحديد مسالك العلاج ووضع برامج يعني لأجراءاتها على أرض الواقع جهويا، يعني باش نعطيو أكثر يعني أهمية للمستشفيات الجهوية من ناحية العلاجات ونخففوا على المستشفيات الجامعية خاصة فيما يخص الإحالة ديال بعض الحالات اللي ممكن تكلفوا بها يعني جهويا. وبطبيعة الحال المسألة ديال الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، كاين تجربتين ناجحتين خاصة على مستوى الجديدة. اليوم حنا كنشوفوا يعني إعادة نفس التجربة على مستوى جهات أخرى فيما يخص المستعجلات قبل الاستشفائية خاصة. سؤال أخير سيد نجمي، كيف يتم إجراء وتفعيل هذا المخطط؟ الأجراء أولا يعني كاين رصد ميزانية لهذا البرنامج في خلال السنوات الثلاث المقبلة. النقطة الثانية كيف ما قلت الموارد البشرية في يعني في المناصب المالية ل 2019 غادي نزيدوا نعززوا من الأطقم خاصة ديال المساعدين الطبيين وتقني الإسعاف والأطباء اللي غادي يعملوا في مصالح المستعجلات والمستعجلات قبل الاستشفائية. ثانيا هذه الوحدات المتنقلة لإسعاف الطبي لسمير غادي يكونوا حاليا جهويا، ولكن في إطار البرنامج غادي يكونوا كذلك يعني التعميم ديالهم على مستوى المستشفيات الإقليمية والمستشفيات المحلية حسب الحاجة، وكذلك تحضير أو تحديد حظيرة سيارة الإسعاف. تم اقتناء 84 سيارة إسعاف، 24 من نوع ألف و60 من نوع باء، اللي غادي يتم يعني توزيع ديالها ابتداء من بداية 2019. وهذا البرنامج ديال تحديث الحظائر غادي يكون مستمر. كاين اجراء من الناحيه القانونيه هو يعني اخراج الوجود القانون اللي كينظم النقل والاسعاف الطبي والمستعجلات ما قبل الاستشفائيه، والاعطاء الانطلاقه الفعليه ديال التكوين المستمر في ميدان المستعجلات، وكذلك احداث إن شاء الله ماستر فيما يخص تدبير المستعجلات على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العمومية. سيد هشام نجمي الكاتب العام لوزارة الصحة، لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة. نواصل النشر بالمجال الفلاحي. يعتمد اقتصاد إقليم خنيفرة بدرجة كبيرة على النشاط الفلاحي ليوفر مناصب شغل عديدة لساكنة المنطقة، وينهز رقم معاملات القطاع 1,600,000,000 درهم. ريبورتاج مهدي محب وأحمد الفاضلي. المجال الفلاحي بإقليم خنيفرة يلعب دورا هاما في النشاط الاقتصادي للمنطقة، فهو يوفر ما يناهز 4,000,000 يوم عمل. النشاط الفلاحي للساكنة يتوزع بين زراعة الأشجار المثمرة والحبوب وتربية المواشي. الفلاحة بهذا الإقليم لها رقم معاملة مهم يناهز 1,600,000,000 درهم. ودابا الحمد لله ملي طاحت الشتاء والثلج كاين خدمه الزيتون تا نخدموا حنا ووليداتنا وعيالات كلشي خدامين، اللهم لك الحمد، الله يزيدنا الخير لقدام ان شاء الله. كنزرعوا الفراج والشعير، كنعطيوه الكسيبه ديالنا في الوقت الشتاء والثلج، وفارينا والقمح شي كنبيعوه وشي كنخليوه للدار ديالنا على حساب الماكله،
وكنطلبوا من الله يكمل بخير هذا العام. عطا الله الخير الحمد لله، لقط لي سبه ما تاكل ونقص علينا السير ديال العلف وتمشي السوق تنبيع ونشريو، الله يكمل بخير وعلى خير. إقليم خنيفرة يتوفر على ما يقارب 214 ألف هكتار صالحة للزراعة، 65% منها خاصة بزراعة الحبوب، والمساحة المتبقية لزراعة الأشجار المثمرة. التوقعات تشير إلى أن الإنتاج سيكون وفيرا. الإنتاج ديال الحبوب يقدر يوصل حتى المليون ديال القنطار، وتقريبا 51% من هاد الحبوب كتكون يعني قمح طاري. شجرة الزيتون هذا العام الحمد لله كانت يعني ولدت بوفرة، ويمكن الإنتاج يوصل 24,000 ديال 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 طن. علاوة على النشاط الزراعي، فإن اقتصاد المنطقة يعتمد أيضا على تربية المواشي، حيث يتوفر إقليم خنيفرة على 221 ألف هكتار خاصة بالمراعي، وما يناهز 1,200,000 رأس ماشية. نفتح صفحة الأنباء الدولية من ليبيا، حيث قتل 3 أشخاص على الأقل وجرح 10 آخرون اليوم في هجوم وصفته السلطات الليبية بالإرهابي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس. وأفاد مصدر أمني أن من بين القتلى دبلوماسيا يتولى منصب مدير إدارة في وزارة الخارجية الليبية، وأن سيارة مفخخة انفجرت أولا أمام المقر مما دفع قوات الأمن إلى التوجه إلى الموقع، وبعد ذلك اندلعت معارك داخل المبنى مع 3 أو 4 مهاجمين، فيما قام انتحاري بانفجار ثان في الطابق الثاني. في الملف السوري، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديداته للفصائل الكردية في سوريا، وأرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود الجنوبية لبلاده استعدادا لهجوم يحتمل أن يشنه بعد الانسحاب المرتقب للجنود الأمريكيين من شمال سوريا. خالد الأحمدي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد قدرة بلاده على القضاء على تنظيم داعش وكذا على فصيل كردي كانت تدعمه القوات الأمريكية في حربه على التنظيم. هذا الإعلان يأتي رغم تحقيق الفصيل الكردي تقدما على الساحة على حساب تنظيم داعش شرق سوريا خلال اليومين الأخيرين، ما أجبر العديد من الأهالي على الفرار حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. تصريحات رجب طيب أردوغان تعقب إعلان البنتاغون عن توقيع قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا. المتحدث باسم الرئاسة التركية يصرح بأن وفدا أمريكيا سيزور الأسبوع الجاري تركيا لبحث سبل تنسيق الانسحاب مع نظرائهم الأتراك. وأرسلت أنقرة حوالي 100 آلية عسكرية إلى منطقة الباب شمال سوريا، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية إلى محافظة شانلي جنوب شرق تركيا. أما الولايات المتحدة الأمريكية فستسحب حوالي 2,000 جندي أمريكي من الأراضي السورية، فيما تؤكد بعض دول التحالف التزامها عسكريا في سوريا. تجمع آلاف المسيحيين من جميع أنحاء العالم في بيت لحم لإحياء عيد الميلاد في قدس يتوقع أن حضوره هذا العام عدد أكبر من المشاركين بعد سنوات من تراجع العدد بسبب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. ووقف المؤمنون في طابور لزيارة مغارة المهد الصغيرة تحت الأرض، المكان الذي يعتقد أن السيد المسيح ولد فيه بحسب التقليد المسيحي. وتجمعت الحشود عند شجرة الميلاد العملاقة بجانب الساحة، فيما ارتفعت الأصوات بالتراتيل المسيحية باللغة العربية عبر مكبرات الصوت في الساحة. بأفغانستان، ارتفعت حصيلة هجوم بالأسلحة النارية والتفجيرات الانتحارية على مجمع حكومي في كابول استمر لساعات إلى مقتل 43 شخصا وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، ما يجعله أكثر الهجمات الدموية التي شهدتها العاصمة الأفغانية هذا العام. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم الذي يعزز الطابع الدامي لسنة 2018 التي بلغ فيها عدد الضحايا المدنيين والعسكريين مستوى قياسيا.
ارتفع عدد قتلى التسونامي الذي ضرب إندونيسيا إلى أكثر من 370 قتيلا، فيما تستكمل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الجثث تحت الركام بأيديهم أحيانا ومستعينين ببعض الحفارات والمعدات الثقيلة لإزالة الحطام من المناطق المنكوبة المحيطة بمضيق سوندا، وتم إجلاء الآلاف من السكان إلى أراضٍ أكثر ارتفاعا، فيما يحذر الخبراء من احتمال أن تضرب أمواج تسونامي جديدة المنطقة. لقاء تواصلي عقده بالرباط المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع وكلاء النيابة العامة باعتبارهم أحد الأطراف الهامة في عملية زجر الغش والمخالفات التي تضر بصحة المستهلك. في المتابعة خديجة زروال وعثمان التاسي. هذا اللقاء التواصل الأول من نوعه بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكلاء النيابة العامة يجسد إرادة قوية لتعزيز التعاون بين الطرفين من أجل التصدي لكل أشكال الغش حماية للمستهلك. هناك واحد العلاقة وطيدة اللي تتربط المفتشين ديال لونسا مع السادة وكلاء الملك، خاصة حينما أنك تكون هناك مخالفات على أرض الميدان لتشكل تتهدد الصحة ديال المستهلك، فهنا فالمفتش تيولي تابع المسطرة القضائية وتتبع النيابة العامة باش تكون عنده دوك التعليمات القضائية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أنه يمس بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. الحماية القانونية للمستهلك تساهم إلى حد كبير في وضع حد للمخالفات التي تضر بصحة وسلامة المستهلك عبر تطبيق عقوبة زجرية. احنا بطبيعة الحال هنا باش يمكن نوضحوا دور النيابة العامة بجلاء في مجال الصحة ديال المواطن، لأن صحة المواطن حتى هي من المهام ديال النيابة العامة على اعتبار أنك تدخل في السلامة الصحية للمواطن، وبالتالي فالنيابة العامة احنا عندنا مجموعة القضايا المحاكم اللي كتتعلق بأنه الناس اللي كيكونوا في الغش بالنسبة للصحة، بالنسبة للأغذية الفاسدة، بالنسبة لمجموعة هذه المسائل، فاحنا عندنا متابعة محاكم في هذا الجانب. هذا مد جسر التواصل بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والنيابة العامة قد يعزز عمل المكتب في جهوده الهادفة إلى حماية المستهلك. في المجال التربوي احتضنت مدينة فاس فعالية اليوم الجهوي لتعميم وتطوير التعليم الأولي بجهة فاس مكناس. خلال هذا اللقاء تم عرض برنامج تعميم التعليم الأولي بالجهة والذي يستجيب للخصوصية المحلية ويتماشى والأهداف الوطنية. في المتابعة نبيلة كوميمي، خديجة زروال ومصطفى الزاهري. السيد هو لقاء من أجل عرض البرنامج الجهوي حول التعليم الأولي، برنامج يتناغم والأهداف الوطنية من حيث تعميم وتحسين جودة التعليم الأولي، فضلا عن إدماج هذه المرحلة في سلك التعليم الإلزامي بقوة القانون. 4000 قسم التعليم الأولي بالنسبة ل 2018-2019، يعني تم دروس 100,000 تلميذ إضافي بالنسبة ل 700,000 تلميذ اللي هم الآن متمدرسين، من بين 1,400,000 تلميذ. المحطة الثانية هو الوصول إلى 67% من التعميم في أفق 2021-2022. كذلك قد يتم من جديد دعوة لإبداء الرغبات ودعوة للشركاء والفاعلين في الجهة لمزيد من الدعم، لأن بلا الدعم هذا ما يمكن شيء لهذا المشروع الطموح باش يكسب له النجاح. كما شكل هذا اللقاء دعوة لجميع الشركاء بالجهة من أجل إنجاح هذا البرنامج، وذلك بالتوقيع على اتفاقيات شراكة بما يخص التكوين الأساسي للمربيات والمربيين وتتبع البرامج البيداغوجية والإصلاحية، بالإضافة إلى الاهتمام بخصوصية العالم القروي. اتفقت إطار على صعيد الجهة اللي غادي تمكن الطرفين باش يشتغلوا جميع على تطوير وتعميم التعليم الأولي في على صعيد الجهة، وفيه واحد العدد ديال المحاور، فيه كل ما يتعلق بتكوين المربيات والمربين، فيه كل ما يتعلق بالبرامج البيداغوجية، كل ما يتعلق كذلك بالتتبع ديال العمليات ديال توسيع العرض، وكذلك ديال الإحداثات وديال الإصلاحات. في اليوم الجهوي لتعميم وتطوير التعليم الأولي تمت ملامسة الخطوط العريضة بضرورة هذه المرحلة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، مرحلة محورية في تحقيق الولوج الثالث إلى التعليم الابتدائي والتقليص من الهدر المدرسي، فضلا عن تحقيق تكافؤ الفرص في المسار الدراسي.
في الشأن التربوي دائما مناهضة العنف بالوسط المدرسي وتوعية التلاميذ بخطورة هذه الظاهرة وكذا الأسباب المؤدية إليها شكلت محاور ندوة علمية نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بعمالة عين شقب الدار البيضاء. سارة كثير وسفيان إبراهيمي. هي ندوة علمية وتربوية من تأطير أساتذة باحثين ومختصين لمناقشة العنف بالمؤسسات التعليمية من كافة الجوانب التربوية الاجتماعية النفسية الحقوقية والشرعية، وهي فرصة لتقاسم محاور خطة العمل لتنزيل الحملة الإقليمية للتحسيس بخطورة العنف والتي ستمتد من 20 دجنبر الحالي إلى غاية 10 يناير 2019 تحت شعار جميعا من أجل مدرسة بدون عنف. اليوم نعطي الانطلاقة للنسخة الثالثة للحملة التحسيسية لمناهضة العنف بالوسط المدرسي داخل المديرية الإقليمية لعمالة مقاطعة عين شق. هذه طبعا النسخة الثالثة اللي كتعطى بالانطلاقة عن طريق واحد التنظيم ديال واحد ندوة علمية اللي كتبنى واحد المقاربة شمولية اللي كتناول ظاهرة العنف من الجانب التربوي، من جانب السوسيولوجي، من جانب الحقوقي والقانوني كذلك النفسي. نحاول جاهدا تأمين حياة مدرسية متوازنة يغلب عليها الطابع التربوي من خلال تفعيل الحياة المدرسية وتفعيل أنشطة النوادي الرياضية، نوادي البيئة. نحاول جاهدا إرساء حقوق الإنسان، تربية على المواطنة. وتستهدف الحملة الإقليمية لنبل العنف هذه السنة مختلف الأسلاك التعليمية وجميع أطفال التعليم الأولي، وذلك بإشراك الأطراف المعنية كل من موقعه لبلوغ الأهداف المتوخاة، وتحديدا الأطر الإدارية والتربوية، جمعية الأمهات والآباء، الأسر والتلاميذ. آخر محطة النشرة تأخذنا إلى وجدة وافتتاح فعالية المعرض الجوي للصناعة التقليدية، تظاهرة تمكن الصناع التقليديين بالجهة الشرقية من عرض منتجاتهم والتعريف بإبداعاتهم وكذا البحث عن منافذ لتسويقها. روبورتاج أمينة سليماني ورشيد العتبي. المعرض الجهوي للصناعة التقليدية موعد سنوي تنتظره حرفيات وحرفي الصناعة التقليدية بالجهة الشرقية، بل يفتح أبوابه لمنتوجات كل جهات المملكة، من الصناعة الجلدية التقليدية إلى الحياكة والخياطة ثم التطريز والخزف والقصب فصناعة الخشب. تتنوع المعروضات. كنخدم الكسوة الوجدية ودخلنا عليها شوية ديال العصرانة وشوية ديال المسائل مودرنيزيناها على حسب الوقت. كنا نعرفوا الدوم أنه كان غير حاجة طبيعية، أنا درت عليه ابتكار جد أنني دخلت فيه عليه الطرز وكان عليه إقبال كبير. المعارض هي أيضا فرصة لإنعاش سوق المبيعات محليا ووطنيا. كنستافدوا الجولة ومعارف مع الناس والتجارة، وهذا الوقت كتعرف هذا الوقت المشتكة تكون عيانة في المحلات، يعني كنستافدوا من هذه المراحل كتكون فيهم شوية تجارة، كتكون معرفة مع الأوجوه. نعطيه فرصة باش يعرض المنتوجات ديالو، يعرض الإبداعات ديالو للساكنة، لا أقول لساكنة مدينة وجدة ولكن الساكنة على المستوى العربي ككل، وكذلك فضاء اللي كيعطي واحد التنمية اقتصادية للصانع التقليدي. تنظيم هذا المعرض الجهوي يأتي أيضا في إطار التظاهرات الثقافية المتنوعة التي تعرفها مدينة وجدة بمناسبة حيازتها على لقب وجدة عاصمة الثقافة العربية. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة. بالمستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا تم إعطاء انطلاقة مخطط تسريع تأهيل المستعجلات، عملية تدخل في إطار استكمال التدابير المتخذة لتحسين التكفل بالمستعجلات الطبية. يعتمد اقتصاد إقليم خنيفرة بدرجة كبيرة على النشاط الفلاحي بتوفيره مناصب شغل لساكنة المنطقة وتحقيقه رقم معاملات يفوق المليار درهم. بوجدة افتتاح فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية، تظاهرة تمكن الصناعة التقليديين بالجهة الشرقية من التعريف بإبداعاتهم والبحث عن منافذ لتسويقها.
نهاية النشرة، أشكر بقائكم معنا في أمان الله.